بالنار الرديء ينفصل عن الزيت، هذا أصل الفتن. والفتن الإحراق. ثم يقول ابن الأعرابي يقول الفتنة الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة الأولاد لأن كلها محن، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار. ثم يقول وقوله عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي خبرة اختبارا لهم، ومعناه أنهم أفتنوا بشجرة الزقوم وكذبوا بكونها إلى آخره، يعني امتحنوا بها. ثم يقول والفتنة أشد من القتل. معنى الفتنة ها هنا الكفر، لم يقل معنى الفتنة الكفر، قال معنى الفتنة ها هنا الكفر، كذلك قال أهل التفسير. يعني هو ما يقول هذا لغة، يقول أهل التفسير أسقطوا المعنى اللغوي للفتنة في الآية فاستخرجوا منه مفهوم الكفر. قل والفتنة أشد من القتل، هم استخرجوه، وفي التنزيل العزيز وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى آخر الكلمات. كل كلمات اللغويين تجتمع على هذه المعاني للفتنة، ولا تجد أحد من اللغويين جعل الأصل في كلمة الفتنة لا الكفر ولا الشرك. أصلا فتنة ليست من شؤون الأمور الذهنية، أصلا الفتنة المعاناة والاختبار، شيء ينزل بك تخضع على إثره لضغط ومعاناة واختبار، وكأنك تحترق لتكون النتيجة خيرا أو شرا. هذا جدل المعنى اللغوي لكلمة الفتنة. ولذلك ابن منظور كأنما ما صفي له أن يقول الفتنة هي الكفر، نسبه لأهل التفسير ليرى تمييز بين المفهوم والمصداق، وأنهم أسقطوا المفهوم على الآية فاستخرجوا الكفر بمعنى المصداق، وإلا الفتنة لا تعني الكفر في اللغة العربية. ولو كانت الفتنة تعني الشرك، هذا أصلا كون الفتنة تعني الشرك هذا مفهوم إسلامي، والكلمة الفتنة موجودة قبل الإسلام في اللغة العربية، ولا يطلقون كلمة الفتنة التي تعطي مدلول سلبي على شيء هم يفعلونه، لأنهم لا يعتقدون بأن الشرك هو وصف فتنة، فكيف يكون المعنى اللغوي الأصلي للفتنة هو الشرك؟ هذا غير معقول. هذا الإسلام ممكن فيما بعد أضاف ذلك فيما بعد عبر الأجيال. طيب بناء عليه نقول لماذا ذهب المفسرون والفقهاء في هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لماذا ذهبوا إلى أن المراد بالفتنة الشرك أو الكفر؟ لا، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوهم كي لا يحصل عذاب عليكم، بالجهاد تخلصون أنفسكم من العذاب الذي سينزل بكم من قبلهم، لأنهم إن تسلطوا عليكم نكلوا فيكم وعذبوكم. هذا معنى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما العلاقة موضوع الشرك؟ بالتعبير المعاصر نحن نقول يجب علينا أن نقاوم العدو، لأن العدو إن لم نقاومه دخل بلادنا ونكل فينا وأذلنا وأهاننا، هذا معنى أي قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون عذاب لاحق عليكم إن لم تقاتلوهم. فالآية لا علاقة لها بالشرك والكفر. وغالب الظن أن الذي دفع الفقهاء والمفسرين لفكرة الشرك والكفر هو تكملة الآية لا المعنى اللغوي، يعني ليس المعنى اللغوي هو الذي جعلهم يذهبون لتفسيرها بالشرك، وإنما التكملة. لاحظ الآية قالت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فجعلوا مقابلة بين كلمة فتنة وبين كلمة ويكون الدين لله، فإذا الفتنة هي إن لا يكون الدين لله، يعني الشرك يعني الكفر. أظن أن الذي دفع الفقهاء والمفسرين إلى هذا التفسير هو إجراء هذه المقاربة بين الجزء الأول من الآية والجزء الثاني، وإلا أصل الكلمة ما تدل في اللغة على هذا، لا يوجد ظهور في اللغة لها. طبعا بعد قليل نحن سنرى كلمة ويكون الدين لله تدل على ذلك أصلا، ما تدل عم يكون الدين لله لا تدل. إذن خلينا الأول في البداية مع المقطع الأول من الآية، كلمة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إذا رجعنا للجذور اللغوية لها تفسير بعيد عن فكرة الشرك والكفر، يعني قاتلوهم كي لا يذلوكم ويهينوكم وينزلوا بكم العذاب ليردوكم عن دينكم، هذا هو كل آية. وين الجهاد الابتدائي؟ شايف الجهاد؟ ما مبين الجهاد الابتدائي هنا بناء على هذا التفسير، لا يظهر الجهاد الابتدائي واضحا. اترك المعنى اللغوي الذي أردنا أن نفسر الآية في ضوئه، بعد شوية رح نجي إلى ويكون الدين لله، وتعال إلى القرآن بنفسه.
هل القرآن الكريم أس